الشمول المالي قضية طرحت نفسها بقوة على أجندة الاجتماعات الاقتصادية والمالية الدولية خلال الفترة الأخيرة، خاصة عند الحديث عن دمر التمويل في التنمية. من هذا المنطلق تستضيف مدينة شرم الشيخ المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي. ويتمثل الشمول المالي في تمكين ذوي الدخول المحدودة من الاستفادة في الخدمات المالية المصرفية بتكلفة معقولة وبعيدا عن التعقيدات الإجرائية، بحيث يسهل تمويل المشروعات الصغيرة ودمج المشروعات في النشاط الاقتصادي الرسمي، فضلا عن تشجيع الاقتراض وخلق منافسة في الخدمات المالية. المزيد حول هذا المؤتمر في العرض التالي مع بسمة السعداوي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بمشاركة دولية واسعة، تنطلق اليوم الخميس فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للتحالف الدولي للشمول المالي، والذي يفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل. المؤتمر الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ ينظمه البنك المركزي المصري، ويعد الملتقى الأول لهذا المؤتمر الذي يعقد في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ويقام برعاية رئاسة الجمهورية، ويحمل عنوان اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالي. يشارك في المؤتمر 94 دولة و119 مؤسسة عالمية، فضلا عن 800 مشارك من بنوك مركزية ومسؤولين دوليين ومحافظي بنوك مركزية. أهم أهداف المؤتمر، حيث يستهدف هذا المؤتمر تعزيز ثقافة الشمول المالية لدى الدول النامية وتطوير الآليات التي تتبعها الحكومات لإتاحة الخدمات المالية المختلفة، وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالشمول المالي، وتبادل أيضا الخبرات بين الدول الأعضاء. تستمر فعاليات المؤتمر لمدة 3 أيام، ويشمل جدول أعمال المؤتمر بعد إلقاء الكلمة الافتتاحية، ومن المقرر أن يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد المتحدثين الرئيسيين به، ومن المنتظر أيضا أن يشمل الافتتاح التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للبلدان العربية، ويتضمن المؤتمر عقد عدد من الجلسات النقاشية منها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاع الرسمي وغير الرسمي، كما يتم عرض محاضرة عن جهود مصر في الشمول المالي وعرض نتائج المؤشرات الأولية لمستوى الشمول المالي بمصر. ويشمل آخر يوم للمؤتمر عقد جلسة بعنوان التنوع والتحديات التي تواجهها البلدان العربية لترسيخ الشمول المالي، ويشارك فيها محافظو البنوك المركزية العربية. كان هذا عرضا سريعا لأهم ملامح المؤتمر، مؤتمر الشمول المالي. شكرا لحسن وطيب المتابعة.